السلام عليكم. فكرة بمليون جنيه للناس اللي عندها جناين لطيفة وزرع وأماكن فيها حاجات خضرية أو بيئية. موضوع الدبان بفكرة صغيرة خالص كده عن طريق إزازة من أي مقاس أو أي نوع. تقدر تجيب إزازة تعمل فيها أخرام صغيرة زي الإزازة دي كده، لو تلاحظ أنا فاتح فيها خرم من هنا وخرم من هنا. من 4 أيام بالظبط قعدنا اتعشينا عشوة سمك لطيفة، واللي اتبقى من السمك أنا رحت حاطه تحت. أنا كنت ملاحظ طبعا كميات كثيفة جدا من الدبان، يعني غير طبيعية، ولكن اللي أنا عملته ما كانش الكمية الرهيبة دي. يعني احنا بنتكلم في أكتر من 3-4 آلاف دبانة تقريبا. النتيجة اللطيفة دي بعد 4 أيام بالظبط. لازم الحاجة العضوية اللي انت تحطها في الازازة تكون يعني تاخد وقتها في الشمس انها تعفن، لازم يحصلها دي كومبوزيشن جامد، وبعدين تقدر توصل للمستوى ده من مصايد الدبان. فكرة صغيرة جدا، سهلة جدا، حجم دبان كبير جدا بيتم اصطياده بالقصة دي، ولا محتاجة فرمون ولا محتاجة اي حاجة.